شعبنا الخير بس يردون مثل النخل مثل النخل كنا تمر وفياي ثابت ساسنا اهل الراي واولاد الشعب واولاد الشعب. سادتي الكرام الافاضل، باسمكم جميعا نرحب بسماحة الدكتور الشيخ همام حمودي والوفد المرافق له. حييتم أهلا وسهلا بين إخوتك وأهلك. خير ما نبتدئ به هذا الحفل المبارك آية من القرآن الكريم يتلوها على مسامعكم المقرئ إحسين الكردي، نستقبله ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا الرحيم. إذا جاء
فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق الله العلي العظيم. لمن لهم دين في أعناقنا، لمن جادوا بالنفوس، نقرأ للشهداء الكرام الفاتحة وقوفا تسبق الصلاة على محمد وآل محمد. على وقوفكم سادتي نستمع إلى النشيد الوطني لجمهورية العراق. والغانمات واللي يصد للنجم، واللي يصد للنجم يلقى رسومها أهلها طيب وكرم والهم صفات الغالية بالكون يرخص سومها، والمعادن تنكشف بالموزمات بمعدن الغيرة حظت من يومها. يوم بالعشرين شدت عالغزات وداست رجال الكلافة خشومها، جدحت عيون الزلم بالحالكات وعرضت للموت تضحك قومها. هاي ديوانية احرار وكمات الصيقر هاليوم يروي علومها. علي بكل الشدد يحضر، علي ما يوم يتعذر، علي ينطرد باسم الشر، علي الساخي على الكوثر، علي الطاعن، علي الضارب، علي نجم الدجى الثاقب، علي هيبة محاكينا، علي قمرة ليالينا، علي للموت والينا، علي يا حكمة التنزيل، علي يا معنى للتأويل، علي العلم الجبريل، علي ما بايعك يخسر، علي العاداك يتأخر، وزير المصطفى الكرار قبل الدنيا يا السامع علي بسابع سمة وزر. أنا وياكم وياكم والله وياكم وبخدمتكم. صدق مسك عطش يلبيك نهران، وصدق محتاز يا مغني لي قصدون،
يا ابو العنبر تبات شلون جوعان ولك مكسر على درب اللي يمرون زنقين الخلق دوم انت ديان وسف مفلس صرت واصبحت مديون القمر ليلي عدك كان سهران وحلو بيك السهر عد اللي يسهرون قبل لا انا ان شاء الله من ورق كلمة سماحة الشيخ اقرأ لكم اللي تريدونه بس هسه مثل ما اتفقت وياكم الصوت بيمن ببشر بشر لا لا صوت يا عراق اريد ابشر بشر اي في دول القلبك انت نبض قلوبنا ونور الاحداث اعلى اعلى اريد اعلى بعد انت نبض قلوبنا ونور الاحداث ان بالوفا نبنيك والحب والوفاق لا بعث هيهات يرجع على رفاق احنا خلينا العزم غيره ونطاق يا حسين نصيح من نصف الاعماق يا عراق بشر زعمط بينا يا عراق بشر زعمط بينا يا عراق بشر سادتي الكرام اترك الحديث لذوي الحديث أترك المنصة الآن وأنا وأنتم وسماحة الدكتور الشيخ همام حمودي نستقبله ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. أحسنتم. أعوذ بالله تعالى من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين عندما يذكر اسم رسول الله ونحن ننتسب إلى محمد وأخلاق محمد وشجاعة محمد وآل محمد لابد أن نؤيدها بالذكر ثانية أفلح من صلى على محمد وآل محمد السلام عليكم إخوتي أخواتي أبنائي أعزائي جميعا ورحمة الله وبركاته نحن اليوم في افتتاح حملة انتخابية في مدينة ومحافظة عزيزة ومهمة الديوانية هي التي سمت العراق باسمها الديوانية هي التي صنعت تاريخ العراق الديوانية التي فيها مراكز الفكر والدين والعبادة مراكز الروحية في تاريخ العراق عاصمة سومر الدينية هنا في هذه المحافظة الكريمة أنتم في مكان مهم وفي مدينة مهمة صنعت تاريخ وما زال العالم يبحث عنها ويحاول أن يجد فيها آثاره ليقرأ الإنسان كيف كان وكيف كان يعبد في مدينتكم محافظتكم في الديوانية هناك مراقد لأنبياء أوائل ولمصلحين ولثوار الديوانية لا تنسى في التاريخ في الديوانية قدمت الشهداء عبر التاريخ في مواجهة الإنجليز في مواجهة طغيان البعث
في انتفاضة شعبانية قدمت الشهداء في مواجهة الداعش، وبالتالي أنتم لكم حق على هذا البلد، أنتم لكم دور في صناعة حرية هذا العراق وعز العراق وكرامة العراق. الديوانية تستحق الكثير، لا نقبل أن تبقى الديوانية بهذا الشكل. الديوانية محرومة، كانت المحافظة الثانية في محروميتها، لكنني أجد اليوم أنها الأولى في محروميتها. لماذا هذه المحرومية وأنتم الأحرار؟ لماذا هذه المحرومية وأنتم تمسكون سلطتكم بأيديكم؟ لماذا هذه المحرومية ومن يدير شأنكم هو منكم، من هذه المحافظة؟ الحكومة المركزية تتحمل مسؤولية هذه المحرومية، لأن واجبها أن تعطي أموالاً بحق سكان عدد سكان هذه المحافظة، وتعطي أموالاً تعويضاً عن محرومية 40 سنة تحت حكم الطاغوت والبعث المجرم، وتعطي أموالاً لأنها قدمت الكثير من الشهداء. لكن هذه الأموال عندما تقع في أيديكم، هناك إدارة مناسبة لصرف هذه الأموال وبالطريقة التي تحفظ فيها هذه المدينة وتاريخها ومقامها، تحفظ هذا الإنسان ودوره. هذه المحافظة يجب أن يكونوا أحراراً كرماءً لما قدموه من دور. الديوانية مدينة الزراعة، مدينة العنبر الذي يفكر فيها الكثير من السكان من خارج العراق في عطر العنبر عندكم، لكن أين العنبر اليوم؟ مشكلة المياه أخذت كثيراً من عنبركم، ويجب أن نعالج هذه المشكلة. هذا تحدي كبير ويجب أن نجد له حلاً. ما نجده في خراب هذه المدينة، في شوارعها، في مدارسها، في مستشفياتها. لماذا هذا التأخر في هذه المجالات؟ لماذا تصبح باقي المحافظات أفضل من حيث الإعمار والشوارع والمدارس، أفضل من الديوانية؟ والديوانية عشائر لها تأريخ وصيت ومقام ودور. لماذا؟ علينا أن نبحث في هذا الموضوع. من يتحمل المسؤولية؟ الحكومة الاتحادية؟ أنتم من اختاريتم أن يكون مسؤولاً عن ممثلكم في مجلس المحافظات؟ 20 سنة لم نحقق كل ما نتمناه، 20 سنة بعد تحقيق الحرية والاستقلال الكامل والسيادة، بعد 20 سنة في بناء نظام جديد لم يحقق كل مرامي هذا النظام، ما زال المشروع لم يكتمل، أمامنا تحديات كثيرة. انتهينا من تحدي الاحتلال، بعدها كانت مشاكل الحرب الطائفية أو النزاع الطائفي وتجمير وهدم برقد الإمامين العسكريين، ثم انتهينا منها لتقوم بعدها داعش، ثم الفتوى، ثم الحشد، ثم الانتهاء من حرب داعش التي كان يتصور الأمريكان أنها تطول سنين وسنين، لكن بسواعدكم وبفتوى المرجعية العليا المتمثلة بالإمام السيستاني حفظه الله تعالى، أنهى الشعب العراقي تحدي داعش بسنين قليلة. والآن بعد تحقق الاستقرار، سنة كاملة من الاستقرار في حكومة الأخ السوداني، وجدنا كثير من المشاريع افتتحت، كثير من الملفات افتتحت، تعيينات كانت، محاربة فساد، فتح علاقات خارجية، هناك كثير من المجالات التي تعطي رسالة إلى أن الوضع سيكون أفضل، وبالتالي علينا أن نواجه التحديات الأخرى التي تكمل بناء مشروعنا. مشروعنا هو عراق مقتدر وحياة كريمة للناس. اللهم إنا نرغب إليك بدولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله. هذا لم يتحقق، هذا المشروع لم يكتمل، وبالتالي علينا أن نكمله، أن نتعاون جميعاً
من كل الفئات كل الألوان من أجل حياة كريمة ليس فيها تمايز، ليس فيها طبقية، ليس فيها فساد، ليس فيها استعلاء بعضنا على بعض، يحترم القانون وتوجد فرص الحياة الكريمة. كيف نحقق، وهذه فرصة، فرصة الاستقرار، كيف نواجه هذا التحدي؟ بناء حياة كريمة وعراق مقتدر. كيف نحقق هذا التحدي؟ أمامنا فرصة مجالس المحافظات، انتخاب مجالس المحافظات. صحيح مجالس المحافظات في السنين الماضية كانت لها إنجازات وكان لها سلبيات، سلبياتها أنها تحولت محاصصة وتحولت تنافس وتحولت إلى إعاقة لعمل المحافظة وابتزاز في المحافظة. هل نبقى على هذا المنوال لتبقى مدينتنا بهذا الشكل؟ يجب أن نغير، يجب أن نصحح، يجب أن نبدل. شعبنا لا يقبل أن يستمر، كلنا لا نقبل أن نستمر على هذه الحياة فيها ابتزاز، فيها سرقة، فيها تجاوز. يجب للمسؤول أن يحاسب عندما يقصر، يجب للشعب أن يكون له دور في متابعة ومراقبة وحث المسؤول النائم والمسؤول المحبط والمسؤول الفاشل. فرصتكم في انتخاب مجالس محافظات جديدة. هذه المجالس يجب أن يتغير مسارها، تغير المسار بالأشخاص وتغير المسار بالأداء. بالأشخاص يجب أن ننتخب من يمثلكم، يكون مثلكم، عاش محاناتكم، أحوالكم، محنكم، يعرف ماذا تريدون، كيف تعيشون، ما هي مشاكلكم، ينبع منكم، يكون مثلكم. نريد أن ننتخب أشخاص عارفين، لهم خبرة في إدارة الدولة، عارفين بقوانينها، من أين نكسب القرار، كيف نحافظ على أموال المحافظة. رجل خبير منكم وخبير، وأن يكون نزيها حريصا عليكم، حريصا على تاريخ المنطقة، المحافظة، وجودها، عشائرها، تاريخها، اقتصادها، معاملها، يكون حريصا عليكم نزيها، وسمعته أنكم تذكروه بخير كما تذكرون من قدم لكم وأحسن وأدى واجبه بإحسان. والصفة الرابعة أن يكون بابه مفتوحا لاستقبالكم، تليفونه مفتوحا، هاتفه مفتوحا لاستماع آرائكم. والنقطة الأخرى وهي مهمة، والحمد لله أن قائمة أبشر يا عراق في الديوانية كانت حريصة أن تكون قائمة شباب، لأن الشباب يقبل التحدي، لأن الشباب لا يمل من العمل، لأن الشباب يبدع، يفكر خارج الصندوق على التعبير، يجد الحلول الصعبة، يجد الحلول للقضايا الصعبة. قائمتكم أكثر من نصفها أقل من 35 عاماً، وبالتالي هم حريصون، جادون، متحمسون على أن يغيروا الواقع ويبدلوا الواقع. هذا من حيث الأشخاص. أما من حيث أداء مجلس المحافظة، مجلس المحافظة يجب أن يكون شفافاً. ماذا يعمل؟ كيف يناقش؟ عن ماذا يناقش؟ ممثلكم ماذا، ما هو دوره؟ يجب أن تنقل حوارات مجالس المحافظات علناً عبر التلفزيون أو عبر الراديو. مجالس المحافظات ممثليكم يجب أن يحضروا أمامكم بالشهر مرة لتسألوه، تحاسبوه، تعاتبوه، تشكروه على عمله، لا يكون بعيداً، يجب أن يلتقي معكم. أنا أتمنى على كبار مشايخنا العشائر والوجوه في كل منطقة من المناطق ممن لهم مرشح وأرادوا أن يختاروه أن يأتي إليهم ليكتب لهم تعهد بالحضور أمامهم شهرياً ومتابعة شؤونهم، ولا يسد بابه، وإذا سد بابه يقدم استقالته ليأتي من يستعد على الخدمة. هذا هو الطريق من أجل أن نغير مسار مجالس المحافظات.
مجالس عمل، مجالس متابعة، مجالس ميدان وحركة، وليس مجالس يكون الكرسي هو الأساس، هو الثابت. الكرسي يكون عند الحاجة، والقرار أن نكون في الميدان وفي كل مكان. الديوانية أمامها مشاكل كثيرة، موضوع فرص العمل القليلة بسبب قلة المعامل. كان قرارنا أن يكون اجتماعنا هذا في المعامل، عند المعامل التي ليس فيها من العمال إلا 5000، 4 معامل فيها 5000. يجب أن تفتح المعامل بأوسع إمكانياتها، لكن المعامل لا تعمل إذا أنتم لم تدعموها. المنتج الوطني، المنتج العراقي يجب أن نفتخر به ولو كان فيه نقص. يجب أن نقدمه على الأجنبي أياً كان هذا الأجنبي ولو كان فيه نقص، من أجل أن ندعم عمالنا، ومن أجل أن أموالنا لا تذهب إلى الخارج، ومن أجل أن فرص العمل تكون في منطقتنا وفي محلتنا. يجب أن ندعم المنتج الوطني العراقي ونفتخر بهذا المنتج أياً كان لونه، ومن هنا ستفتح المعامل. موضوع قلة المياه، هناك مسعى في هذا المجال، سواء مع تركيا أو سواء مع وزارة الموارد المائية أو سواء مع وزارة الزراعة، في طريقة صرف المياه بالطريقة الصحيحة والدقيقة. وهنا يجب أن نتعاون أيضاً، الوزارة تتعاون أيضاً مع المزارعين، ويكون هناك نوع من التفاهم والرضا، ليس أمراً يفرض وإنما أمراً نتفاهم عليه. كلنا نريد أن نعيش بكرامة، وأن نحفظ هذا البلد، وأن نعز هذا البلد. في الديوانية فرص كثيرة للسياحة، مدينة عظيمة بتاريخها وبآثارها. أوروك هي من هنا، اسم العراق منكم نبع وكان من هذه المدينة، من الديوانية، وبالتالي هناك فرص كبيرة للاستثمار السياحي في هذه المنطقة. أمامنا مشاريع كثيرة تحتاج إلى رجال صادقين، ثابتين، نزيهين، لهم الحماسة، يرفضون الإحباط، يرفضون اليأس. يبقى العراق في قلوبهم، الديوانية في نظرهم، لا ينامون إلا أن يفكروا غدا كيف سيخدمون ويعملون. أمامكم فرصة اختيار، وعليكم أن تفكروا جيدا وتختاروا بما يخدمكم ل4 سنوات، وليس لشهر ولا ليوم. والأموال التي تغدق من أجل أن تصوتوا لا تكون هي السبب في التصويت، فكروا في مصلحتكم، مصلحتكم الطويلة. بشر عبادي، قول الله تعالى، بشر عبادي، هذه البشرى، أنتم العباد. بشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. إذن أمامكم أن تستمعوا من كل المرشحين، وتفكروا جيدا، وتحاسبوا جيدا، ثم تختاروا من يناسبه. بشر عبادي الذين يستمعون القول ويتبعون أحسنه. إن شاء الله خياركم يكون أحسن، مجلس المحافظة يكون أحسن، دورهم يكون أحسن، ورقابتكم وتعاونكم معهم يكون أحسن. بشر يا عراق، فعلا لا نقبل أن يكون أمسنا أفضل من يومنا، ونرفض أن يكون يومنا الآن أفضل من مستقبلنا. نحن حريصون أن يكون غد أفضل من اليوم، أن يكون الغد أفضل من الأمس، أن يكون الغد موضع قبول ومشاركة عامة من كل أبناء هذا الشعب. عراق مقتدر، وحياة كريمة، وبمشاركة عامة من الجميع، ببركات دماء الشهداء، ببركات الطيبين المخلصين لهذا البلد الذين قدموا دماءهم من أجل إعزاز وحرية كل عراقي أن يبقى رأسه مرفوعاً. أسأل الله تعالى بحق الدماء الكثيرة التي أريقت من أجل هذا البلد
علماء، مراجع، مثقفين، فلاحين، شيوخ، نساء، رجال، شباب، دماء كثيرة قدمت من أجل أن يكون عراق مقتدراً وحياة للعراقيين كريمة وعز. أسأل الله تعالى أن يتحقق ذلك وتروه بأعينكم، وتكونوا أنتم أيضاً تساهمون في عراق مقتدر وحياة كريمة لكل العراقيين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خمسة نقاط من مبادئ الأساسية لتحالف ابشر يا عراق. المرجعية هي نهجنا وتوجيهاتنا، هي ثوابتنا التي لا نحيد عنها. عراق الحسين هو تاريخ وهوية وانتماء، وحفظه قضية وجودنا. رجال الفتوى الحشد الشعبي مصدر قوتنا وصمام أماننا، والمواكب سندنا وروح قيمنا في التكافل الاجتماعي. ابشر يا عراق قائمة بروحية شجاعة، متحدية متدبرة لتصحيح الأوضاع، ترفض الإحباط واليأس والتفاهة. هدفها واضح ومسارها وطني بعيد عن الحزبية المقيتة. هدفنا عراق قوي بوحدته ومؤسساته واقتصاده وقراره الحر، يفخر أبنائه وحياة كريمة لكل فرد وعائلة، ومحافظة آمنة منتجة تعز أبنائها. ارجع يا زمن خلينا نحكي وياك، أو خلي نشوف لجل حسين شطينة. ارجع يا زمن خلينا نحكي وياك، أو خلي نشوف لجل حسين شطينة. يا أول جمع شمل وعاف شمل حسين، أو يا أول ظل وحيد ومحد يعينه. يلتحكي برهاوة أو يا ضميرك مات، ما مر على بالك ضيم مربينه. لابس أسود وشالوك من الباب، على ظهرك طبع دقهم الياشينة. دفرة وبابكم زلمة عمل بالليل، هم صرخة وخواتك صرخة سكينة. اجت جثة أخوك بسكتة ويا الليل، وفلوس الرمي قالوا لك انطينا. كل هذا وصبرنا وما وصفنا الصار، ذلينا الرفاق وما انذلينا. سادة الكرام، أحسنتم، جزيتم خيرا، أحسنتم وبارك الله بكم وشكر الله مسعاكم، وإن شاء الله ستكون هذه الوقفة على صناديق الانتخاب، وسيكون الحضور جماهيريا مليونيا إن شاء الله لخدمة محافظة الديوانية. شكرا لسماحة الشيخ والوفد المرافق له. شكرا لكم سادتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.